حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. حلقة اليوم راح نحكي بها عن موضوع التعذيب بالسجون العراقية. حكينا هواية عن المعتقلات، لكن اليوم أريد أخصص موضوع التعذيب أيضا، لأنه جزء من معاناة المعتقلين بالسجون العراقية، وهو هم كبير هو التعذيب. نتيجة هذا التعذيب دا يعترفون بأشياء هم ما مسويها، وأكو أبرياء دا يروحون بالرجلين نتيجة هاي الاعترافات حتى يخلصون من التعذيب، ومع ذلك ما دا يخلصون. تابعونا بعد الفاصل. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. بداية هذا البرنامج اسمه صوتكم، فإحنا يهمنا ويعز علينا أنه ما نسمع أصواتكم. أرقام البرنامج ظهرت أسفل الشاشة، أي شخص يريد يحكي عن موضوع خاص بي أو موضوع الحلقة أو عنده معتقل سامع معاناته بالسجون العراقية، الأرقام أسفل الشاشة يقدر يتصل على واحد من هذني. أيضا اللي ما يقدر يتصل عندنا رقم برنامج الواتساب، يقدر يرسل لنا رسالة، أتمنى تكون متبوعة الرسالة باسمه والمحافظة اللي هو موجود بها حاليا حتى نقدر نقراها للسادة المشاهدين حتى نعرف آراءكم. أيضا برنامج الواتساب ما أقدر أستقبل بأي اتصال. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم هي عن التعذيب بالسجون العراقية. احنا سمعنا الانتهاكات اللي تصير بالسجون العراقية من المتصلين برنامج صوتكم بالحلقات الماضية، وعرفنا أيضا من لجان حقوق الإنسان ومن منظمات حقوق الإنسان المدني والدولي اللي يصير داخل السجون العراقية، وأيضا رسالة معتقلي سجن التاجي الأخيرة اللي بعثت إلى قناة الرافدين كشفت المستور داخل السجن اللي فتح الباب مرة ثانية أن تكون قضية المعتقلين أو السجناء هي القضية الساخنة بالعراق. لكن التعذيب مدى يوقف؟ التعذيب ما زال مستمر. هذا التعذيب أكو هواية من المتصلين قالوا أنه ولدهم اللي أخذ مؤبد، واللي أخذ 6 سنوات، واللي أخذ 10 سنوات، واللي أخذ 15 سنة، نتيجة اعتراف، لأن القاضي يقول أنا أعرف ابنك بريء أو أخوك بريء أو زوجك بريء، لكن أكو اعتراف جوا إيدي، وهو قايل له للمعتقل أنا أعرف أنه أنت بريء، لكن هذا الاعتراف يقول له من التعذيب، يقول له شو أسوي لك. المعتقل يدخل للسجن، من المفترض أنه الطريقة اللي يتم التعامل بها مع أي معتقل، أكو قول مأثور المتهم بريء حتى تثبت إدانته. يعني أي متهم، أي شخص بالعالم يتم اتهامه بفعل ما هو بريء، حتى لو راحت الشرطة اعتقلته، حتى لو دخل سجن تحت التحقيق هو بريء، هو بريء من كل تهمة منسوبة إليه. التحقيق يجب أن يكون شفاف، يجب أن يعتمد على دلائل، يجب أن يعتمد على شهادات، يجب أن يعتمد على شيء ملموس يثبت أنه هذا المتهم هو صاحب ذلك الفعل، وعليه ينقل إلى القضاء، والقضاء هو اللي يصرف وياه أن يحكمه أو لا. لكن ما وجدوا أي دليل، يطلق صراحة لعدم ثبوت الأدلة أو لقلة الأدلة أو لضبابية القضية لقلة الأدلة، وبعدها
يكون بريء طالع برا السجن ما حد يتعرض له، لكن انه هو بريء يتم اعتقاله بصورة تعسفية، ياخذوه من اهله يودوه الى سجون ما يندلهم بيها، وراها يدفعون رشاوي و و و و الى ان يندلون ابنهم وين، وهو جوا التعذيب ياكل انواع الكتل، ينجب الولد او الشاب او الرجال على اعتراف باشياء هو ما مسويها، ظنا منه انه الصوت اللي موجود على ظهره راح يخف وما راح يضربون بيه وما راح يهينون بيه وما راح يعذبوه. وراها نتيجة هذا الاعتراف اللي هو وقع عليه من ضيم شافه بالسجن يروح ينحكم اعدام او مؤبد او بسجن فترة من الزمن. اول اتصال ويانا محمد من صلاح الدين، حياك الله. اهلا وسهلا. اهلا بك، تفضل اخويا. عندنا والدي معتقل. منو عندك؟ والدي. والدك معتقل؟ نعم. أبويا معتقل. نعم. معتقل من 2016 شهر الثامن واحد. 2016 شهر الثاني، نعم. شهر الثامن. الثامن، نعم. معتقل بس من شرط قطع. هذا الصور. إيه. ماني شفناه بالقناة الرافدية. ماني ندري السجن. ما تدرون بيب يا سجن. زين سألتوا عليه أخ محمد؟ سألنا إجداد على الاستخبارات، على يقولون ماكو هيك اسم يمنا. ماكو هيك اسم. زين سألتوا بسجون بغداد، صلاح الدين، الناصرية؟ أخذوا منا فلوس، أما ما قالوا نحن أخاف الرجال وحشد شدر طماح. أخذوا من عندكم فلوس حتى يدلوكم أبوكم وين وما لقيتوا شيء؟ لا والله ما لقينا شيء. إيش قد أخذوا من عندكم تقريبا؟ أخذوا منا 5 ملايين والله. نعم تمام. تمام سجل. نعم قول محمد. موجود بي ما شفنا يعني، كان بس شفنا الشاشه كامله يعني وجهه ما يبين. والله يا محمد يعني اني يعني ما اعرف شنو اجاوبك هسه. الصور اللي توصلنا هي توصلنا من مصادر، وتوصلنا من اشخاص يصورون هاي الاشياء او من وكالات انباء. يعني احنا ما عندنا معلومات ايضا عن اي صوره موجوده عندنا، هي صور وصلت الى قناة الرافدين عن طريق وكالات او مراسلين او مصادر خاصة او من اشخاص بعثوها للقناة للاستفادة منها. فاحنا من دا نظهرها يعني انت شفت صورة والدك على شاشة القناة، صدقني ما راح اقدر افيدك لانه ما اعرف انت اي صورة دا تحكي عنها او اي شخص. او هذا الصورة اول واحد وجيهم كله عن وجه على حالة. تمام ان شاء الله. شكرا لك اخ محمد. هسه نشوف فيها هي الصوره اللي انت من تظهر مره ثانيه ونحاول نستفسر لك عنها. ام حسن من الموصل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا البارحه اتصلت بكم بالقناه، اتصلت على مود اخويا المعتقل ماهر. نعم. ناشرين صورة مسج التلكيف قلت ما عرف الفيصلية حاطين غطاء فوق عينه مسود. نعم. أخويا موجود بهاي الصورة. نعم. والأخ وراي اتصل اسمه أبو حسين، أريد بلكي من قناتكم فضل يسمعني الأخ أبو حسين يجي يتصل بيكم ويوضح لنا على الصورة، يقول ابن عمي موجود بهاي الصورة. قال موجود الصورة هاي سجن التلكيف. يعني هسه أنت تردين أبو حسين اللي اتصل البارحة يتصل مرة ثانية يبين لنا دولة وين موجودين بها سجن. ايه الاخ البحر ابو حسين الله يطول بعمره ويحفظه اتصل على موته يوضح لنا الحكي، قال تسمع ام حسن على مود هاي الصوره. نعم. قال هاي الصوره ابن عمه هم موجود بسجن، قال التلكيف وموجود واخويا هم موجود بهاي الصوره بس حاطني فوق عينهم غطاء اسود. طيب سالتوا عنا في سجون تلكيف او في معتقلات تلكيف؟ ايه سالنا ما حد يطلع حس ولا خبر. تمام. هذا اخ ابو حسين هو اتصل على قناتكم يوصل صوته لنا. تمام.
تمام ان شاء الله ابو حسين يسمعك ويتصل بالبرنامج ونساله عن هذه الصوره اللي ذكرتي بها انه وجود ابن عم إله او اخ إلك في سجن تلكيف حتى يعطينا معلومات عنها ان شاء الله. عمليات تعذيب بالسجون هي حسب تقارير المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية انه هي عمليات ممنهجة بدوافع انتقامية تطال كافة السجناء او اغلبهم، خصوصا انه بين فترة وفترة يطلع لنا مسؤول يطالب لوضع الحد من هذه العمليات خصوصا من نواب البرلمان. انا اريد اسال اي نائب برلمان خصوصا نواب لجنة حقوق الإنسان، أنتوا لما تطلعون وتصرحون وتقولون أنه أكو حالات تعذيب وأكو حالات انتهاكات جسدية وغير جسدية في السجون العراقية ونحن نطالب بالحد منها، لعد أنت شغلك شنو؟ أنت مو نائب تشرع قوانين، أنت مو نائب تضع قوانين وتطلب التصويت عليها مرة أولى ومرة ثانية، وإذا تمت الموافقة على هاي القوانين ترفع إلى السلطة التنفيذية حتى تنفذها، لما أنت تطلع والطالب وين دورك أنت أصلاً؟ دورك بس في المطالبة والاستنكار؟ إحنا ما نريد نائب يستنكر، شنو قيمة وجودك أنت في لجنة حقوق الإنسان وأنت بس تطلع عنا والله أكو انتهاك بسجن الحوت، أكو انتهاك بسجن التاجي، أكو انتهاك بفلان مكان، أكو معتقل عذبوه، أكو معتقل مات بالسجن، آخرهم اللي اعترفت به محكمة تحقيق النجف ماهر الرماحي. زين شنو فايدة وجودك انت بهاي اللجنة وتكو شي ما تسوي؟ عندنا اتصال حسين من الموصل، حياك الله يا اخ حسين. الله يسلمك يبارك فيك. هلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يسلمك. اخي العزيز بالنسبة للسجون والانتهاكات اللي بالسجون، انتهاكات كبيرة والله. نعم. يعني لمتى المواطن البريء يظل يعاني من هاي الحكومة؟ يعني لمتى؟ انتهاكات يعني هسه يجيبوا لك شخص متهم. المتهم بريء حتى تثبت إدانته، صح؟ هذا من المفترض. هذا من المفترض. زين أنت جبت البريء وجو الشرطة وضباط الشرطة وضباط التحقيق هاي ما عدا القاضي طبعاً، ويلتمون عليه 7-8 يكسرون إيديه ورجليه ويجبسوها في صناديق مع الطماطة وينتلوه ويضربوه حد الإغماء. زين هذا شو ما يبصم على ورقة فارغة، يبصم على ورقة فارغة ويكتبوا الاعتراف ويروح، هات روح احكم اعدام واحكم مؤبد واحكم 20 سنه و15 سنه. نعم. اي وهاي يعني ناهيك عن امور كثيره، يعني اكو امور ما تسولف ولا تنحكي. نعم. اي انا هسه حسبنا الله ونعم الوكيل. العفو العام عن جميع المعتقلين، واتمنى يصل صوتنا يعني للمسؤولين واللي يدعون انهم نزاهه ويدعون انهم منتخبين من قبل الشعب. الى متى هذا السكوت؟ الى متى يبقون ساكتين؟ نعم. يعني المشكله انه يعني مثلا من يطلع لنا رعد الدهلك بيان صحفي يقول ان ما يتعرض له السجناء في سجن التاجي يعبر عن استمراريه النهج الانتقامي في حمايه السجناء، داعين حكومه ولجنه الامن البرلمانيه الى التدخل في هذه القضيه ووقف الاجراءات التعسفيه التي تمارس ضد المعتقلين. يعني من نسمع كلامه من اجمل واروع الكلمات اللي سطرها في 4-5 سطور عن هذه المعاناه، لكن وين الفعل؟ انا اكو مثل اعرفه يقول لك الرجال قول وفعل، شو برلمانيين العراق بس قول، الفعل ماكو. قبل ساعة كان طالع برنامج على قناة دجلة أستاذ طارق كان يحكي. نعم. كان طالع أستاذ طارق هم عضو بالبرلمان ويحكي عن السجناء طبعا ويحكي عن القضاة، فهو ذب اللوم أو الصوت كله وين؟ على المضبط التحقيق، يقول القضاة ماكو يحكي. واني متاكد 100% هسه قضاة بمحاكم تلكيف وبغيرها مخلين العصا وراهم ويضرب المتهم بالنفاضه وغيره ويبصمونهم على ورقه فارغه. على ورقه فارغه ويكتبون الاعترافات من عندهم. زين انت شلون قضاء؟ شلون قانون؟ شلون ظلم؟ هذا ظلم. زين انتم زادتين 70,000 معتقل بالسجون، ليش؟ هو هذا حل العراقي يعني بعد الضيم وبعد الظلم؟ من الجنوب للشمال كل الشعب ساجين، وليش؟ اريد سبب مقنع، اريد من هالحكومه اريد سبب مقنع ليش هذا العالم زاتينا بالسجن؟ ومن سبب
السبب تهمة أربع إرهاب، وهاي العالم كلها لابسينها أربع إرهاب. نعم شكرا 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 لك أخ حسين. أم حازم من موصل الحدباء، حياك الله يا أم حازم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أخويا والله إحنا أهلنا أخذوه من 17 من 15/7/2017 لحد الآن ما نعرف عنه كل شيء. رحنا للفيصلية ما يخلونا نفوت، ورحنا للتلكيف ما يخلونا نفوت. نعم. ما نعرف عاد وين نروح بعد، حتى على بغداد رحت وما معك وي ما موجود اسمه هادي. زين منو أخذ أختي أم حازم؟ والله ما عرف الجهة اللي اعتقلته، وناس يقولون سوات وناس يقولون جيش، بس ايه ما جهة ما حتى ما انطونا اسمهم، جو قلت ما عشو نص الليل. زين أخوك ايش قد عمره؟ زوجي ما أخويا. عفوا زوجك ايش قد عمره؟ مواليد 79. مواليد 79 موظف المعمل النسيج. يعني من وين أخذوا إذا ممكن تقول لي؟ من الموصل حي القدس. نعم يعني هو صار لغايب عنك سنتين. صار سنتين أي تقريبا 10 أيام 15 يوم. ما حد بين لك مكانه تهمته يعني. قضيته وين؟ لا, لا 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 أي شيء ما نعرف عنه. رحنا سألنا منظمات حقوق الإنسان والصليب الأحمر، انطينا اسمه ما حد خبرنا. عوفي المنظمات، أنا أقدر أعرف يعني. الجهات الأمنية أو وزارة العدل أو الداخلية من تروحين عليهم شو يقولوا لك على هذا الاسم من تسألي عليه؟ أي رحنا على الفيصلية مرتين ثلاثة وما ينطونا جواب، يقولون ما عندنا سجناء، وكثير سجناء طلعت منهم يعني عندهم التربية القديمة كلها سواها سجون. التربية مع الموصل القديمة كلها سووها سجون. واحد طلع يقول 40 قاعة احنا بالتربية القديمة مليانة ناس على ناس. تمام ان شاء الله وصل صوتك اختي ام حازم. القضية يعني مثلا قضية ام حازم انه عندها زوج موظف هو في معمل النسيج، حتى لا 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 هو ضابط لا هو شيء، هو موظف مواطن عادي مهما يكون تكون وظيفته، هو مواطن وعراقي هو ابن هالبلد. فتقول صار له سنتين ما اعرف عنه شيء، نروح نسال عنه لا تعرف الجهه اللي اعتقلته ولا تعرف هو وين ولا تعرف مكانه وين، ويسالون عنه يقولون احنا ما عندنا سجناء بمكان، طالعه من ناس كانوا مسجونين بهاي المنطقه او بهذا المكان. هاي قضيه هاي مصيبه يعني. انت عندك ابن او اخ او زوج او عم او ابن عم رايح من بين ايديكم ما تعرف عنه كل شيء، تظل بين حانه ومانه. يعني ليش تعيدون المعاناة اللي شافوها العراقيين نتيجة ضيم في ثمانينيات القرن الماضي لما إيران خبت عن العراق أسماء الأسرى؟ ترى نفس الشيء دا سووا. أكو هواية أسرى أعلنتهم الدولة أنهم شهداء بذيك الفترة أو انقتلوا بالعمليات أو مفقودين ويرجعون وراء فترة عمليات تبادل الأسرى. ليش تضمون على أهل يعني على الأب والأخ والزوجة والزوج والهاي تضمون أهله وين؟ شنو الغاية؟ الغاية أنه تعذبوا أكثر؟ لو تقتلوهم وما حد يحاسبكم لأنه ما حد يعرف مكانه وين؟ يعني لما يطلع مسؤول بسجن التاجي يقول أن السجن تجري فيه عمليات يومية للتعذيب، لأن هناك لجان تحقيقية تقوم يوميا بمراجعة ملفات السجناء، يوميا تجي تراجع الملفات وتعيد التحقيق وياهم وتلفق لهم تهم جديدة وتعذبهم من جديد. أدري يعني التحقيق ما يخلص يوميا ينعاد، يوميا تعيدون تحقيق وتلفقون تهم. أبو حيدر من الفلوجة حياك الله. هلا بيك. تحية حضرتك، تحية القناة الرافدين. هلا بيك. أستاذ العزيز، أنت حضرتك تتحدث عن السجون. أنا عن التعذيب في السجون. سجون الحكومة هو التعذيب بالسجون. واحنا نعرف كم سجن بالعراق. الحكومة الدفاع والداخلية والأمن الوطني جهاز مكافحة الإرهاب ومخابرات، هذا
كلهم عصابات، كلهم عندهم اللي ما عنده اربع سجون خمس. هاي وحده. اثنين، كم ميليشيا بالعراق؟ فوق ال 100 ميليشيا. 100 ميليشيا، هم كل ميليشيا عندها ثلاث سجون اربعه. احنا مستحيل نسلط الضوء على التعذيب سجون 5000 سجين ما ادري 10000 سجين بالعراق. هي هو بلد كله عباره عن سجين، بلد حكومه عصابات اللي تحكمه. هاي نقطه. النقطه الثانيه يا استاذ العزيز، هسه هاي المقاطع اللي جنابكم مشكورين عليه وجزاكم الله الف خير، لتعرضوها بقناتكم الكريمه. هاي مناظر ومشاهد يعني حيه، واقع حال، فيديو يشوف كل العالم، يشوف الحكومه، يشوف المواطن البسيط، يشوف المسؤول اللي عنده غيره، ولا هو ما عنده غيره، منينهم غيره؟ لان هذا اكو واحد حرك ساكن بيته، اكو واحد اهتزت شعره من شواربه وقال اردفته ما شنو هذا التعذيب؟ زين مو احنا شفنا اللي يمددوه ويدوسونه بدبابه، يعني هذا حتى ابراهيم ما سوى، وشفنا اللي يلزموه يقطعون اذنه. نعم. وشفنا اللي يحرقوهم حرق. اقسم لك بالله العظيم اليهود ايش قد نقسين، ايش قد اليهود نقسين، ذولا انجس الحاكمين. لان سووا شيء ما صاير لا بالتاريخ ولا بالعالم. اجرامهم وصل حد يعني حد ما معقول. حد ما يعقل بشر. اكو انسان ينحرق، انسان طيب تعقه بجناره وتحرقه حرق. يا استاذ العزيز، هم ذولا هدفهم اقسم لك بالله العظيم يعدمون ويقتلون ويسجنون اكبر عدد من العراقيين. نعم. حتى اكون صريح وياك، من اهل السنه هي بدت استاذ العزيز، هي بدت من 2003 لحد الان. اول ما بدا الاحتلال صفوا لك الطيارين تصفيه كامله، شكو طيار مشارك بحرب ايران انقتل، شكو عالم عليه اعتماد وكان البلد معتمد عليه انقتل. بدونا مرحلة ثانية، صفحة ثانية، بدولك بالبعثيين وهم تصفية، ردت النوق طلعون مال فقرة أربع أرهاب. شكو نعم. واحد يحكي حارب الحكومة أربع أرهاب. يا أستاذ العزيز يا سجون نتحدث عليه. تمام شكرا لك أبو حيدر. من بغداد الرشيد أم زمزم، حياك الله يا أم زمزم. تحياتنا لحضرتك استاذ أفل، وتحياتنا لكادر القناة، وتحياتنا للمشاهدين. حياك الله أختي. استاذ أفل، طبعا هي السجون هي مؤامرة ضد أبناء الشعب العراقي كلهم، والتعذيب وصل مرحلة سجون تحت الأرض وإكسابة مثل ما يقولون، يقصبون الشخص إيده ببحد، رجله ببحد، راسه ببحد. وهاي هسه ما أثبتته السيد لويس تاكو عن الكلدان المسيحيين، عالم الكلدان رفايا ساكو شبيه. نعم. والسيد مزاحم الأحوات، طبعا السيد مزاحم الأحوات يقول احنا قدمنا اشتكينا هنا بالعراق، اشتكينا عند المحاكم العراقية، اشتكينا عند النزاهة، اشتكينا عند الحكومة العراقية، ما حد يرد علينا، حتى اشتكوا عند الأمم المتحدة، لما وصلوها إلى الحكومة الأمريكية، وصلت إلى وزارة الخزانة الأمريكية، وهاي وزارة الخزانة الأمريكية ما تصدر قرار إذا ما بيدها مستمسكات، إذا ما بيدها مستمسكات، صدر ضد أربعة من 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 قادة الميليشيات ومن المحافظين اللي هو ريان الكلداني ونوفل العاقوب ومازن أحمد عبد الله ووعد القدر. نعم. فذول أستاذ، هذول الاثنين خاصة وعد القدو وريان الكلداني، يعني بالتصوير ودانهم لويس ساكو للأمريكان، قالهم شوفوا احنا انا وياك، الأمريكان هم اللي دمرونا، الأمريكان هم اللي احتلونا. طيب. هم طيب. اللي سلمونا لإيران. بس هاي التفاصيل استاذ وداها لويس ساكو الى الامريكان، الى وزاره الخزانه الامريكيه، شوفهم شلون هاي السجون تحت الارض مال وعد القدو، وشلون يقصبون الاشخاص. هاي كلها قدموها، ما حضرت انا هسه هذا القرار، يعني ظهرت الحقيقه، يعني منا وبينا دمرنا نوفل العاقوب، وهذا ريان الكلداني اللي مسوي له لواء 50 وفساد، مو بس يعني تعذيب وقتل، يعني الناحية الاقتصادية. زمزم، هاي المعلومات مال انه
رافائيل ويساكو نقلها الى وزاره الخزانه الامريكيه او وزاره العدل الامريكيه، انت متاكده من ادها لو ناقلت اياها اشخاص؟ لانه لو كان هو مسوي هذا الشيء، يعني عذريني بس لو انا بمكانه ومسوي هذا الشيء كان شهرت لهذا الموضوع واطلع على التلفزيون مثل ما اصرح على موضوع ريان الكلداني واقول انه اني بينت الى الولايات المتحده الامريكيه او وزاره العدل الامريكيه او الامم المتحده هاي القضيه، وعلى ضوء هذه الطريقه اضافوا الى قوائم الارهاب اللي هم سووها واستفاد منها. استاذ ساكو كل هالمصادر تقول هو اللي وصلها عالم ديني، حتى احنا مو على ساكو حاليا، اول ما شكل لواء ريان الكلداني اول ما شكل لواء عسكري من المسيحيين في العراق راسا جاوبه ساكو قال له احنا ما نريد المسيحيين يحملون السلاح ويدافعون عنه. طيب. احنا نريد جيش عراقي وشرطه عراقيه تدافع عن ابناء الشعب العراقي. تمام، يعني كلام على العين وعلى الراس اختي ام زمزم، ولويس ساكو ايضا كلام على العين وعلى الراس، لكن هذا الكلام مو بس هو يقوله، حتى هيئه علماء المسلمين، حتى اي شخص معارض الى ما يسمى بالعمليه السياسيه اللي هم يسموها سياسه وهي مو سياسه، اي شخص معارض الى الاحتلال الامريكي هو يطالب بجيش عراقي وطني، اي شخص رفض ما سواه بريمر من حل الجيش العراقي الوطني اللي حل بال 2003 اللي دافع عن العراق من العشرين الى 2003، اي شخص يطلب هذا الشيء ان يكون هنالك جيش وطني، اي شخص يرفض حشد هو قايل هذا الكلام. اعتذر عن القطع لكن عندي اتصالات كثيره جدا. ابو احمد من بغداد حياك الله. حبيبي مرحبا. هلا بيك. استاذي العزيز. نعم. يعني عندي ابني ويا جماعه ثلاثه اشتركوا مشاجره مع واحد وهم قاعدين، هم خمسه كانوا قاعدين. لحظه، ابنك تشاجر ويا ثلاثه لو ويا خمسه؟ لا هم أربعة ربع يعني. أيه. واحد وياهم صديقهم همتين صاروا خمسة. تمام. هذا واحد صارت مشاجرة انقتل. هذا مشاجرة بشنو؟ مشاجرة بيناتهم صار طاقات نارية وانقتل. هذا صاحبهم. تمام، انقتل شخص بيها. تمام انقتل. هو منتسب شرطة. تمام. المقتول اللي صار تحقيق سواها محقق سواها ارهاب، راحت على القاضي، القاضي قال يابا هاي ما تنطبق عليهم ارهاب، تنطبق الماده 406. تمام. من كمل التحقيق فرقوا القضيه، حالوا ابني على الارهاب وذولي على 406. وذولاك وين؟ ذولاك على 406. تمام. وبقت المادة قبل التصحيح عند القاضي من فرق القضية بقى إرهاب، راح على 4 إرهاب. تمام. على الحكم اللي صدر من القاضي شنو؟ 4 إرهاب وذولاك على 406، ذولاك ما كنت، وعندي تنازل صار فصل عشائري وكذا وصار تنازل من ذوي المجني عليه. تمام، عندك تنازل من 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 ذوي المجني عليه، لكن القاضي ايش اصدر حكم على ابنك واصدقائه؟ اصدقائه صدر عليهم 406 مؤبد، بعدين اجى العفو 2016 طلعهم. أيه. وذول هو بقى على 4 ارهاب، يقول له انت 4 ارهاب، يعني ليش هذا من دونهم 4 ارهاب؟ بس اخوي ابو احمد، يعني هم كانوا الثلاثه البقيه مؤبد، خفض الى شقد؟ مؤبد خفض الى شقد بالعفو؟ من اجى العفو طلعوا. تمام. وابنك ما زال بالسجون؟ ابنك بيا سجن تعرف لو لا؟ بالتاج. ابنك بسجن التاج، شقد عمره الله يحفظه؟ 16 سنة بوقتها. 16 سنة؟ مواليد 93. بس لحظة أبو أحمد. ابنك من صارت الحادثة وانحكم 4 إرهاب عمره 16 سنة؟ 16 سنة. تمام. وجا محكمة ستهند القاضية مال الأحداث المركزية قالت هاي ما تنطبق عليه المادة 4 إرهاب.
من اختصاص محكمة بغداد. يعني ابنك صار له بالسجون من 2009 صحيح؟ ايه ايه تمام، صار له 10 سنوات بالسجن. ايه تمام تمام تمام. اشكرك اشكرك ابو احمد. هسه يعني راح اعلق على قضيه ابنك، الله ان شاء الله الله يفك اسره يا ربي. عندنا اتصال ابو احمد من الموصل، حياك الله. ابو احمد ما موجود. خالد من الموصل. السلام عليكم. عليك السلام والرحمه والاكرام. شلونك استاذ العزيز؟ هلا بيك يابا. احنا نطالب من حضراتكم الناس الشرفاء الخيرين اي شويه يضحكون على هذا الشعب الفاين حظه. زين يا اخي، اسعاني عندي اخويا معتقل. زين، هاي صار له سنتين وثلاث اشهر. زين، قضبنا اخذوه من البيت كل شيء ما عنده، المنطقه كلها تعرفها. ايش قد عمره؟ كل الدنيا تشهد. عمره 34 سنه. نعم، متزوج؟ متزوج وعنده 6 اطفال. تهمته شنو؟ تهمته 4 ارهاب داعش. 4 ارهاب داعش، تمام. والله هو لا عنده شيء ولا راح ولا جاء، المختاريه والمنطقه كلها تعرف وتشهد له. تمام، وين موجود هسه اخوك؟ يبدو ان فقدنا اتصال بخالد. انا بس من بين الاتصالات، يعني الله يعينهم، ما كلهم عندهم معاناه، اللي عنده اخ، اللي عنده زوج، اللي عنده ابن، اللي عنده اب. لكن قضيه ابو احمد من بغداد اللي قال عن ابنه اللي هو شجار، صار اوكي استخدام سلاح وهو ما المفروض، واحنا نتمنى انه المشاجرات الشخصيه او ما تصير مشاجره اصلا، لكن اي مشاجره تحصل ما يستخدم بها السلاح، لانه السلاح عدو وصديق بنفس الوقت، صديق إن عرف استخدامه شو وقت لما الواحد يدافع عن نفسه ضد مجرم حقيقي، او عدو لما يستخدمه في نفس هاي الحاله وينقتل بها شخص نتيجه شجار كلامي او اي مشاجره، ان شاء الله ما تنعاد. لكن حصل شجار، استخدمه به سلاح، انقتل شخص منتسب الى الشرطه، القاضي حولها ابنه 4 ارهاب وثلاثه من اصدقائه على حسب الماده 406 حسب قانون الجنايات العراقيه، ذولاك انحكموا مؤبد بالعفو العام، طلعوا وابنه صار له 10 سنوات بالسجون من سنة 2009، هو مواليد 2003. لكن اللي أثارني وأثار حفيظتي أنه كان عمره 16 سنة، يعني حسب قانون الجنايات العراقية هو حدث يحاكم حسب قانون الأحداث، لأنه مبالغ السن القانونية أو سن الرشد القانونية. يعني ما أعرف محامي الولد ليش ما 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 ارتكز على هاي القضية، ما اعرف القاضي شلون عبرت عليه وشلون صار قاضي وعبرت عليه انه واحد قدامه عمره 16 سنه واتهم بقضيه ارهاب. ولو اللي صار بالعراق شفنا به العجب. يعني ذكر احد المتصلين اللي هو ابو حيدر من الفلوجه عن طريق التعذيب عفوا، انا اريد اقول له انه العذاب اللي شافوه، احنا شفنا طفل داسته دبابه لين اتهموه ب4 ارهاب، واحد ضربوه بشواكيش وهشمه وراسه، واحد حرقوه، واحد فجروه، واحد علقوه بطريقه مهينه وخلى عليه بطاله مي وغراض حتى تنخلع اشتافاته، واللي شكشقه وجسمه بسكاكين ومقصات وداره وملح بجروحه حتى يفور الدم بيه ويتعذب، واللي صلخوه وهو حي، واللي ضربوه بسياط وشياش حديد وصوندات، وشفنا انواع التعذيب بالعراق. ام علي من الموصل، حياك الله. تسلم حبيبي اخوي. يعني عندي ابني وقت التحرير، ابني خذوهم دروع بشريه الدواعش. تمام. 2016. تمام. 15/9/2016. نعم. ايه 15/9/2016. وظلينا احنا يعني الجيش جاي يحرر. وهم خذوهم دروع بشريه، مو بس ابني كبير يعني من الموصل.
وعايش قاعد من ذاك الوقت لحد الان. احنا يعني نسال عليه وندور ما لقينا اي خبر. كل سجون بغداد يعني هاي بغداد على التاجي على ملعب الشعب تحت معكوش. بس انا ذكروه هنا بالقياره وقت التحرير يعني 2017 ذكروه بالقياره. تمام. ذكروه جماعه طلعوا مساجين قالوا كنا كلتنا بالقياره. ورحت لبغداد يعني اسعى برمضان رحت لبغداد رحت هنا التلك التلكيات ما يخلونا حد يفوت بس رحت لبغداد الملعب الشعب على التاجي على الرصافات ما شو يقولون ايش بتسالين عليه؟ اي دقيت حاسبه يقول ما موجود اسمه. تمام. بالتاجي قالوا لي كل شهر تعال بالتاجي قالوا لي كل شهر تعالي. ابني ما عنده شيء يعني هم اخذوا دروع بشريه ابني كاسب عامل. نعم تمام. لا بالارهاب ولا بشيء بس مو تقدم الجيش وهم اخذوهم دروع بشريه. نعم. شكرا لكم علي. طبعا التصريح اللي احدى الصحف العربيه اللي مسؤول في سجن التاجي يقول انه التعذيب لا يشمل جميع السجناء انه اكو هناك قوائم معينه باسماء من يراد تعذيبهم. يعني هاي نقطه لازم نوقف يمها انه مو كل المسجونين يعذبون اكو ناس بالاسم بس حسب شنو ليش العشيره طائفه الخلاف السياسي ما حد يعرف لانه ما صرح بهذا الشيء. رسائل واتساب عندي تقول من الامارات شخص يقول تحيه لك اخي ولصوت الحق الناطق الرافدين. لا زال التعذيب في السجون يتواصل بتعذيب وانتزاع اعترافات واشكال عديده في السجون تهم جاهزه كلها اتت من ظلم يقع للسجناء ناهيك عن المخبرين السريين ووشايات كيديه تحصل للسجناء من يقوم بكل هذه اشكال الميليشيات وقادتهم المجرمون. الثوره على الاحزاب هي الخلاص. والله هي قضيه المخبر السري والوشايات هاي مصيبه سوداء. يعني واحد يضوج من ابن جيرانه يروح يوشي عليه ويقول انه هذا كان ويا تنظيم الدوله ويقطع اصله وحسبه ونسبه وهو واهله وناسه كلهم لانه اكو خلاف شخصي بينه وبينه. هاي كارثه بالعراق الوشايه السريه. ابو حاتم من الموصل يقول السلام عليكم استاذ، تحيه طيبه لك ولكادر القناه وللمشاهدين والعراقيين المظلومين تحت هذا الاحتلال الأمريكي الإيراني بإدارة عراقية مدربة على يد الموساد الصهيوني الإيراني جرثومة الخضراء والميليشيات بفتوى من المرجعية الصفوية مدربة بأحسن أداة التعذيب باعتراف بيان صولاغ أبو لدريلات. هذا خير شاهد ودليل على الشعب العراقي كله تحت التعذيب. يأخذ المتهم البريء إرضاء لعميل إيراني الأمني مقابل مال، يدفع مبلغ من المال باتفاق وتعاون مع الجهات الأمنية. رسالة أخرى يقول أخي أكو دين وإسلام بالعراق، هل اليهود يعاملون الفلسطينيين مثل الخونة والعملاء بالعراق مع أبناء الشعب؟ وين العشائر وين العقل؟ ولكم ليش رخيصين يا شعب وساكتين على هؤلاء تجار الدين والسراق؟ من الموصل عند اتصال أبو رعد أبو رافع نعم. والنعم منك يا أبو رافع تفضل. بارك الله بك أخي العزيز. بدون زحمة عليك، عندي أخي بالزون وعسكري سابقا بالفرقة الثانية يعني كان يداوم. عفوا اخوك عسكري سابق وين؟ كان عسكري بالفرقة الثانية يداوم. تمام. الى بداية التحرير هو يخابر جماعة من يتصل وياهم، كان الدواعش موجودين هو يتصل وياهم يعني على اتصال يعني هم كانوا من بغداد وهم يتصل وياهم. تمام. ومن بدأ التحرير صار تقريبا سنه ونص هو موجود بالموصل وراء فتره جت مفرزه اخذته من سوق المعاش وهي لحد الان. نعم. اي الله ينعم عليك. والنوبه اخذوه لحد الان والنوبه كان بالتسفيرات بالموصل والنوبه ورا فتره هذا شو حكموه معبد قبل يعني ما نعرف شنو الفيلم يعني شنو القضيه يعني. شنو تهمته؟ اي نعم. والله قضية متزوج وعنده تقريبا 7 أطفال بس ما أبو رافع بشنو تهموه؟ شنو التهمة اللي سجن عليها؟ والله شهدوا علي جماعة بأنه وبأنه إرهابي يعني. تمام. تهم يعني باطلة يعني. تمام. شكرا لك أبو رافع.
بس أكمل رسائل واتساب وأعلق إن شاء الله. السلام عليكم أخ، أنا من بغداد، أخويا في محكمة حرية حكم القاضي 15 سنة، والله العظيم أخذوه من الشارع قال لي عندكم فلوس انطلعه، ماكو فلوس ما يطلع ولا يشوف شمس. بس إحنا شو نقول، الله الظالم، إحنا أهل السنة مظلومين كلهم إيرانيين. السلام عليكم، أريد المشاركة، ابعث رسالتك إن شاء الله ونقراها. عندي رسالة أخرى تقول السلام عليكم، أطلب منكم من قناتكم الكريمة تبعثون رقم المتصل أبو حسين من الموصل عبر تمام إن شاء الله أختي. سالم الجبوري، السلام عليكم، أتمنى أشارك تدلل. السلام عليكم، أنا أخويا صار له من عمليات الموصل ما نعرف عنه شيء أبد وما عنده شيء، وش قد دورنا على السجون وسألنا بس يقولون ماكو هيجي اسم. تمام أخي العزيز. أبو عبد الله من بغداد. أم عبد الله. أم عبد الله، أنا أعتذر منك أختي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام والرحمة والإكرام، تفضل يا أختي. أستاذ، اللي سمعناه هاي الأيام كلها عن معاناة الشعب العراقي ومعاناة السنة في العراق، هو مو بس العراق أستاذ، السنة في كل من العراق وسوريا واليمن وفلسطين، احنا كلنا يعني تحت مطرقة امريكا واسرائيل وايران والشيعة الايرانيين. نعم استاذ، هذا احنا مضطهدين يعني في كل بقاع العالم لسه، وخاصة بالوطن العربي. طبعا هذا الاضطهاد وهذا الاهانة لحقوق الانسان، هو هذا يعني بدأ من الربيع العربي. الربيع العربي هذا مو ربيع عربي، هم كانوا مخططين انه هي ربيع، وانما مو ربيع، وانما إهانة لكرامة الانسان السني وإهانة حقوق المواطن العراقي والسوري واليمني والفلسطيني. السنة في العالم أو الوطن العربي اللي يقدم أكثر من أكثر من مليار وأكثر، يعني دين وين هم هذول السنة؟ ماذا يشوفون معاناة الشعب العراقي ومعاناة السوريين ومعاناة الفلسطينيين ومعاناة اليمنيين ومعاناة حتى معاناة المضطهد اللي هارب من الوطن العربي رايح إلى الدول الأجنبية أيضا ديوهات. ليش؟ لأنه أكو مافيات صهيونية إيرانية وحتى العراقية وحتى دول الخليج هم اللي ساهموا في اضطهاد هؤلاء الناس. نعم. لأنه الدول الخليج دفعت مليارات في سبيل يقضون على نظام صدام، وهذا كان بداية الربيع العربي، وقتلوا صدام في سبيل أنه يصورون كأنه الحياة راح تزهق لهم. بالعكس، هي صار إهانة لحكام العرب. نعم. لأنه الوجود اللي كان القوة وجود صدام، أنا ما أحكي عن شخصية صدام، وإنما قوة الحق اللي موجودة في العراق هي كانت تنطي قوة لكل حكام العرب، وكان نعم. يخشون الحكام العرب من موقف صدام. وهو اللي إذا تسمحي لي، يعني أنا أعتذر منك بس راح يدركني الوقت وعندي كثير من الاتصالات لازم أخذها، أعتذر منك شديد الاعتذار. يوسف من الموصل، تفضل أخوي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. احنا عندنا مشكله والله كبيره، يعني قول. ما تتصورها، يعني شيء يعني والله ما يتصور العقل. قول. يعني عندنا جماعه سرايا السلام، جماعه مقتدى الصدر. زين، ايش بيهم؟ عندي الوالد طلع من الموصل ورا تحرير الموصل، واللي يسمونها تحرير هي مو تحرير، تمام، هي هجام بيوت صارت، اللي هي نكسه صارت، اللي ناس الوالد طلع من الموصل تحت الوالد طلع من الموصل لبغداد، عندنا مريض وراح يودون الطفل حالته خطره، لازم يطلع، قام طلع ويا طيب. اخوي خاف عليه قال الله ياخذونه بالطريق كذا. المهم ما اريد اطول الحكي، نزلوا اشتباه بالاسم، وهذاك يوم وهذا يوم من وين هو والدك هسه موجود؟ ما نندلوا يعني مفقود. اخوك وين صار؟ اخويا موجود، رجع يعني رجع شنو ممكن، لا عرفنا انه سرايا السلام، سرايا السلام اخذوه وحققوا ويانا يعني 3 ساعات وطلعاني عافونه واخذوا الوالد، وهذاك يوم وهذا يوم 2017 7/4 من هذاك اليوم. تمام.
ما خلينا جنايات ما جنايات بغداد ماكو اسمه. تمام 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 ان شاء الله انا بس اكمل رسائل الواتساب احاول اعلق عليها ان شاء الله. عندي رسالة تقول السلام عليكم أخي العزيز، بصراحة اليوم نتألم عندما نرى المواطن يحس بنفسه غريب في بلده، وكذلك عندما نرى قضية السجون التي فيها معاناة كبيرة وحالات إنسانية صعبة. أنا لا أتحدث عن الإرهابيين والقتلة، نعم هناك في السجون قتلة ومجرمين، ولكن في الوقت نفسه هناك الملايين من الأبرياء الذين لحد هذه اللحظة لم ترفع قضاياهم إلى القضاة واللجان المختصة. بس أسأل سؤال، وين رئيس الوزراء من هاي السجون؟ أين رئيس الوزراء من الآلاف من حمل الشهادات العليا دون تعيين؟ أين رئيس الوزراء من أزمة المياه في محافظة البصرة فيحاء؟ أين رئيس الوزراء من انتكاسات في النظافة والكهرباء؟ جميع ما يحصل في العراق يتحمل مسؤوليته رئيس الوزراء بصفته أعلى سلطة تنفيذية. ترى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خراعة خضرة، فلا تحمل أي مسؤولية، بس حمل مسؤولية رؤساء الأحزاب من نور المالكي وجرلي جوه. السلام عليكم، الاسم الرباعي أبو نور عبد الفتاح عبد الستار. عندي شخص ماخذي مواليد 72، أتمنى أسأل عنه إن شاء الله تعرف عنه شيء. السلام عليكم أخوي، شلون على الأسماء اللي موجودة بالحاسبات اللي بالسيطرات؟ كلها ناس مظلومة وعداوات، وإذا ما خلص محاسبة ماكو فائدة، تبقى السجون متروسة مظلومين. قضية الحاسبة وقضية الاشتباه بالاسم الثنائي وقضية الاشتباه بالاسم الثلاثي هاي مشكلة. قضية الاشتباه بالعراق كبيرة جدا، لأنه إذا طلع واحد علي إشي اسمه محمد حسين محمد، وكو آلاف من العراقيين اسمهم محمد حسين محمد، فكل محمد حسين محمد هو مشتبه به. لكن المشكلة أنه تعال جيب فهيم يفهم الدولة العراقية ويفهم، مو الدولة العفوا، يفهم ذولا اللي مسميهم نفسهم حكومة وسلطة وداخلية، أنه مو هذا محمد، ترى أنتوا تردون غير محمد. هي هاي القضية المهمة. القضية المهمة أنه شلون فهموا أنه أنتوا تتعاملون يا بشر، أنه هم يقولون أن احنا إسلام والرسول ما وصى بهذا الشيء. هم يقولون انه احنا اسلام ونتبع الدين الاسلامي، لكن الرسول ما عذب مشركين. فالقضيه انه لازم يفتهمون هذا الشيء. اتمنى حلقه اليوم انه تكون قد نالت اعجابكم. نلتقيكم على خير بنفس الموعد، الى اللقاء.